بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة السلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله حبيباتي راكو كامل بخير وكامل مهنيين. اليوم حندير معكم تدبيرها فيما يخص هاد الطاجين تاع الحميص. كان خرج هكذاك عنده واحد العام ولا، بصح حنايا هذا وين وصل لجيجل. انا قلت ندير معكم هاد التدبيرة خاصة الاخوات اللي يسكنوا هنا في جيجل. هذا وين لحقنا، انا شريته من منطقة اللي يقولوا لها قاوس ب50,000. راكو تشوفوا فيه، هو عبارة عن طاجين برك تاع الطين عادي كيما نطيبوا المطلوع. وشنو لهنايا هما يديروا له هاد الثقوب هاوليك، طاجين تاع الطين مخدوم، يربطوه لهنايا بالسلك، يكويوه ثاني. راكو تشوفوا فيه لهنايا راهو كامل كحل منين كواوه، ويبيعوه قلت لكم البري تاعو 50,000. فيه الثقوب هادوما، سماوه طاجين الحميص. ابي قلت ندير معكم هاد التدبيره كيفاش تستعملوه، كيفاش تشوي فيه الحميص. وعنده تانيك عده استعمالات باذن الله ان شاء الله نديرها معكم. هنا قبل كل شيء، قبل ما تبداي يعني تخدمي في الطاجين تاعك، راكو تشوفوا فيه لهنا كي تمسوه راح تلقاوه هكذا، هذيك الغبره تاع شغل الماده اللي خدموا بها. واش ديروا؟ احكموا هكذايا هكذا شي تابرك، حطوه وبداو هكذا تنقوا فيه هاي، ومسحوه مليح مليح، نحو له كامل هذيك الغبره اللي راهي فيه. هي ديجا راح تهبط من هاد الثقوب، راح تهبط. واحسن يعني منديل اللي تقدروا تمسحوا به طواجن، اي طاجين كان عندكم، هو الجين، قماش تاع الجين هاولي كامل نعرفوا القماش تاع الجين تاع السراول. ها هو كي تشريو السراول الجداد بصح، دائما السراول اللي يجيو طوال نحو لهم هذيك لابارتي التحتانيه، انا نستحفظ بهم ونمسح بهم الطاجين سواء كان فوق النار ولا لهنايا. هذه هي الطريقه اللي تعلمناها بكري من الجدود تاعنا، ما راحش يتحرق لك يعني كي تكوني فوق النار ثاني، ما راحش يتحرق لك. هاوليك شوفوا واش يجبد. كل حاجه لازم نقوه مليح مليح، ما تغسلوش، نقوه هكذا بهذه الطريقه. نرفدو كامل هذاك لي باش خدموه الفتات، راح تلقاوه طاح لكم من تحت، راح يحبط عبر هاد الثقوب اللي هنايا. انا هنا نطيب فيه البطبوط يخرج كيما تاع الكسكاس تماما. نادر دي ميلي بطبوط بتهم شويه صغار، غير تشوفوهم هكذا بداو ينتفخوا، قلبوه هاوليك. ها هو غير يزيد يبدا ينتفخ، زيدوا دوروا قعدوا تقلبوا عليه هكذايا ثواني وقلبوا وطيبوا، راح يخرج لكم فيهم هادوما كيما تاع الكسكاس تماما. قعدوا تقلبوا عليهم حتى ينتفخوا. شوفوا فيهم، شوفوا كيفاش يديروا، تقعدوا تقلبوا عليهم هكذايا حتى يطيبوا لكم تماما.
هنا بعد ما شويت الحماس تاعي وكملت، حكمت هذاك الجين اللي قلت لكم عليه مخته بالماء، راح نمسح بلاصه هذيك الطوماطيش والفرخ هكذا، نزيد ندير معكم تبديره فيه. هنا تقدروا تاني تشوفوا فيه اما الدجاج ولا اللحم ولا يعني سكالوب، الحاجه اللي تحبوها لهنا اللي تكون فيها الذوق تاع كيما نقولوا حنايا الجمر. الفحم هكذا يا هاي ليك طاجين سخون، نحط هادو لي ترونش تاع السكالوب تاعي نخليهم هكذاك واحد زوج دقائق ومن بعد نقلبهم. هنا ما ديروش الزيت، هنا رد بالكم ما تحطوش الزيت باسكو تقدر النار تطلع لكم من تحت. انا مازال ما سييتش كامل هاد العفسه تاع الزيت، نخليهم هكذايا واحد زوج دقائق ولا كيما وريت لكم في الكبده، حتى تشوفوا هنا لا بارتي تاعكم نص ولات كيما نقولوا راهي بيضه كامل، عاودوا قلبوها. هاي ليك بعد ما شفتهم لهنايا راهي قريب النص لهنايا راهي بيضت لي، دوك نقلبها هكذايا باش تقعد لي طريه وطيب لي مليح وما تلقليش الماء تاعها. هنا دوك نبدا في التتبيله تاعها، تحبي ديري الملح الفلفل الاسود تحبي التوابل يعني هنا واش تحبي ديري، خليها شويه قبل ثواني باش تشد روحها ومن بعد تبلي. هنا ما ملي البروشات تقدري ديريهم هكذايا وتملحي. هذوك العواد تاع الشواء اللي ما كانوش تاع الحديد حطوهم قبل ليله من قبل في الماء داخل، ديرهم في قرعه تاع السعيده حطوهم داخل الماء يباتوا ليله كامله باش كي تحطوهم لهنا فوق الطاجين لهنايا تبداو تشويو ما يتحرقوا لكمش. في الاخير هم لك النتائج اللي درتهم معكم، قلت لكم الحميص لهنا اما تغطيوه بفيلم اليمونتير، انا عندي هاد لي ساشي سبيسيال ليه تاع كونجيلاتور، وشوفوا لهنا القشره تاعو غير بيديكم برك هاي ليه، شوفوا تنحوها فاسيلمون ولا تحطوها فوق اون بلانش وتبداو تنحيو فيها هاي ليك، شوفوا تنحى فاسيلمون والشوي تاعو يجي ما شاء الله. ومن بعد لهنا كيما تحبي تكملي كل وحده كيفاش دير الحميص تاعها. هنا قلت لكم تقدروا تقليو اما سكالوب ولا تقدروا تاني ستاك، تقدروا يعني كل حاجه الكبده اي حاجه اللي تحبوا تريحوا فيها ريحه هكذايا كي شغل تاع الشوا راكم تشوفوا فيها لهنا هاي ليك. بسم الله هاي ليك شوفوا النتيجه راكم تشوفوا فيها تخرج لكم كيما هذيك تاع برا، قطعوها برك شويه رقيقه باش ما تجيكمش هكذا، وشوفوا كيفاش راهي الداخل طريه وميم طو راهي طايبه. وهنا في الاخر كامل البطبوط اللي درتو معكم، تقدروا ديروا عده اشياء يعني، وشنو انا خدمت لكم غير مقتطفات برك هكذايا باش تشوفوا واش تقدروا ديروا به. شوفوا البطبوط لهنا ثاني كيفاش خرج كي شغل تاع الكسكاس هذاك اللي لا داير حاله في المواقع الاجتماعيه وكامل، وشوفوا الطراوات تاعو كامل كيما راهم معاهم كامل طريين سواء كان الكبير ولا الصغير ولا هاهو يخرج ما شاء الله. والداخل تاني دوك نقطع معكم هاد الحبيبات شوفوها كيف تخرج بسم الله، دو تحلوها بيديكم ولا بالموس ولا بالمقص كيما تحبوا. وهاي لك النتيجه شوفوا كيفاش يخرج فش فش طري ما شاء الله. وانا هاد البطبوط خلطته السميد الرطب والفارينه وخدمته باش يزيد يعطيني البنه اكثر واكثر. وهنا هاي لك تانيك مهم ما تخلوش يتقطع برك، هادو مال هنا راح يعطوكم بنه هايله تقولوا نتوما محروقين، لا لا هادوك الشوا اللي رانا نصيبو برا هكذا الريحه تاع كاين اللي يحبوا الريحه مشويه كيما نقولوا هكذا تجيكم. هاي ليك شوفوا كيفاش يخرج، يخرج فارغ مدشش طري روعه. نتمنى ان شاء الله نكون فتكم ولو بقلين. هنا نصيحه برك للمبتدئات ما يديروش فيه الحاجه، ما طيبوش فيه الحاجه اللي تكون فيها الزيت ولا الخل، ننصحكم ونعاود لكم ما ديروش فيه الحاجه اللي فيها الزيت ولا الخل خاصه المبتدئات. نقدر نقول وحده يعني لي كيما نقولوا بروفيسيونيل تقدر تعرف كيفاش طيب به بهاد المواد، بصح لي ما يعرفوش لا لا راح تشعل لكم النار من هذوك الثقوب داخل الفرن ديجا راهو يشعل، ترمي عليه الزيت راكي تعرفي واش صح طلع لك فيه النار ديراكتومون، والخل كيف كيف ما تخدموش فيه الاشياء يعني اللي فيها الزيت والخل خاصه المبتدئات. نبهكم ونعاود. كان هذا هو الفيديو تاع نهار اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم وفدتكم ولو بقليل، دمتم في رعايه الله وحفظه،
وإلى فيديو واحد آخر إن شاء الله.